اذا التايبس اوف ترافيك بتتذكر المره الماضيه حكينا الاي جيرني بده يكون في لها اوريجين فلور وفي لها ديستنيشن فلور. هلا اذا كان الاوريجين من انترنس فلور او ممكن يكون من اوكيبنت فلور، والديستنيشن ممكن يكون الى انترنس فلور او ممكن يكون الى اوكيبنت فلور. هلا ننسى هاي شوي، خلينا نركز على هدول الاربعه الثلاثه الثانيين. اذا بديت من انترنس فلور ورحت لأوكيبنت فلور، ايش الجيرني هاي معتبرها؟ انكمينج. تمام، راح نرمز لها بالرمز اي سي. اذا كان بديت من انكمينج فلور، عفوا اذا بديت من اوكيبنت فلور ورحت على انترنس فلور، معناها ايش عم بعمل؟ عم بطلع بخرج من العمارة. اذا هاي اوت جوينج ترافيك، وراح ارمز لها بالرمز او جي. إذا بديت من occupant floor ورحت على occupant floor، معناها ضليت داخل العمارة، معناها هذا إيش بنعتبره؟ inter floor. وراح أرمز له بالرمز IF. وآخر إشي إذا بديت في entrance ورحت على entrance، معناها إيش بعتبر الجيرني؟ inter entrance. وراح أرمز له بالرمز IE. الآن بإمكاني أعبر عن الترافيك في العمارة في أي لحظة من اللحظات بإني أحط النسب المختلفة لهدول. فمثلا ممكن أجي أحكي أن الترافيك كان فرضا 45% عادة نهمل الانتر انترانس، في معظم الأحيان نهمل الانتر انترانس، لكن ممكن أنه يصير عندي انتر انترانس. فإذا كان عندي فرضا 45% 10% يعني هذا incoming inter floor، ممكن هذا اعتبره هذا مثلا ممكن يمثل اللانش تايم فترة الغداء. ففترة الغداء مثلا 45% عمالهم بيدخلوا على العمارة، 45% بيطلعوا من العمارة و10% بينتقلوا بين الفلورز. هاي طريقة ممكن للتعبير. ممكن اجي اقول مثلا يعني هون راح احط لانش تايم، ممكن احط كمان مثلا اقول مورنينج بيك. ممكن مثلا بالمورنينج بيك يكون عندي 85% عم بدخل على العماره، ونفترض فرضا 10% اوت جوينج و5%. المجموع ايش لازم يكون؟ 100%. فالمجموع هون 100% والمجموع هون 100%. متذكرين عرفنا الاوكيبنت فلور وعرفنا الانترنس اكزيت فلور. ايش الاوكيبنت ايش الانترنس اكزيت فلور؟ راح نعرفه اذا فلور نعرف الانترنس اكزيت فلور، رمزنا له احنا هون بالرمز اي ان تي. اذا فلور اذا فلور ثرو ويتش ا باسنجر كان انتر اور ليف ذا بيلدينج. واذا عرفنا الاوكيبنت فلور او سي سي، فترة مكوث هذا الباسنجر رح يضل موجود في العمارة على هذا الطابق، ما بقدر يدخل أو يطلع من العمارة. وإذا حطينا حوالين العمارة خط وهمي وعندي هون أنا entrance floors، صار بإمكان الباسنجر
يطلع ويدخل من خلالهم، بس ما بقدر يطلع ويدخل من خلال الاوكيبنت فلور. اوكي ماشي واضح؟